بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعزيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في مصنع للألعاب النارية قرب العاصمة جاكرتا والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، مبتهلا سموه رعاه الله إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.